بالنسبه للتشكيله اللي بغى يدخل بها مسيو رونار، بالنسبه لي انا كان عليه خاص ما يعيط على اللعابه مزيانين وواعرين، باش ما يكونش ما يعيطش على بن عطيه مثلا، اون بليس انه بدا كيعيط على اللعابه ديال الخليج، هو اصلا كان قال في الاول ما غاديش نعيط لهم، دابا لقى ملي حصل عاد ولا كيعيط على اللعابه ديال الخليج، واصلا الفكره ما عجبتنيش صراحه. راسر اللي جابوا مره مزيانين خاص ما يزيدوش شويه التشكيله من البطوله الوطنيه باش يعطيو شويه الاضافه، بحال مثلا شاكير يقدر يضيف شي اضافه يحطو في لاري الدروا ينفع. المهم تشكيله مزيانه ونتمنوا خير. الغياب ديال بعض جوج ولا ثلاثه ديال العناصر في المنتخب الوطني هذا ما ياثرش على يعني التشكيله بصفه عامه، ولكن اللي كان في نظري كل مقابله نبقاو نبدلوا العدد ديال النخبه ولا الحضور ولا الغياب ديال النخبه، هذا تيخلق واحد الارتباك في الانضباط في بعضياتهم. كنقول لي يقدر المدرب يعطي شي تجديد في الفريق ويقدر يوصل الفريق لقدام على التشكيله اللي دار، اللي عيط للعابه جداد، يقدر هو يكون عارف الامكانيات ديالهم ويقدروا يوصلوا لشي نتيجه مربحه ان شاء الله. بالنسبه له هو كمدرب يعني بالنسبه للتشكيله ديال المنتخب الوطني وبالنسبه للتشكيله ديال رومار، تنظن انه كهو اطار تقني وخبير في هذا الميدان هذا، كنظن الاختيارات غتكون صائبه بالنسبه ليه هو، لانه يعني الحمد لله عندنا فهمتي عندنا شنو نقول عندنا ايكيب زوونه، عندنا دي شونجمون مزيانين، عندنا ان شاء الله تنتمناو الخير ان شاء الله ابخي ان شاء الله تنتمناو ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله. التشكيله اللي دار ايفيرونار تشكيله مزيانه، كيعيط للاعبين المحترفين وهادي زعما هو اصلا عنده اسلوب الخاص ديالو في الكره، غيعيط للاعب اللي غيقدروا يهزوا المنتخب، ماشي بحال هذوك اللي كانوا شحال هادو كيجيبهم من اوروبا، مع دابا ولا كيعيط جوج لعابه من البطوله هادوك غيلقاو كيفاش يتفاهموا في الماتشات وهادي، اصلا هو في كاس افريقيا غير شويه المنتخب غيعرف كيفاش يسيرهم، يعرف كيفاش الاسلوب ديالو التقنيات وهادي. المهم هو عنده ذكاء خاص ديالو في داك الشيء ديال التشكيله والتكنيك وداك الشيء، كيعرف يجمع اللعابه محترفين، هو اصلا غير اوروبي يعني هو غيعرف اللعابه ديال اوروبا، يعني التشكيله تكون مزيانه ان شاء الله مناسبه جدا. ودائما التوفيق يكون من الله، يعني مهم الاداء الجيد، النتيجه دائما الله هو المتصرف فيها يعني.